الرحيم. الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمسميات، بداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات كل موظف وموظفة في مجموعة الاتصالات الفلسطينية. ثانيا، لا بد من التوضيح إلى أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية أخذت على عاتقها أن تكون بين كافة فئات المجتمع، وما نحن اليوم بصدده لهو أهم وأعظم رعاية واحتفال. إنه يوم المسلمين، أو لن نسميه يوم المسلمين لأنه يفترض أن يكون في 350 يوم في السنة هو يوم المسلم، 365. ثانيا، أصبحت مجموعة الاتصالات الفلسطينية تتغنى بجمعية الوفاء لرعاية المسلمين، التي كان آخرها تقديم هذه الأرض والمقر ليكون دار إيواء للمسلمين بشكل دائم. الإخوة والأخوات الحضور، إن بلدية سلفيد تتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان وبمزيد من التقدير والعرفان إلى السادة في مجموعة الاتصالات الفلسطينية، هذه المؤسسة الرائدة التي نفتخر بها على ما تقوم به من إنجازات ولما نقدمه من دعم ومساندة للشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي تقدم من خلاله الدعم لمختلف القطاعات، والتي كان لنا في سلفيت نصيب منه، حيث تم دعم تشغيل مديرية النقل والمواصلات من خلال تقديم الأجهزة الفنية، وتم دعم إضافة مبنى غسيل الكلى في المستشفى من خلال لجنة أصدقاء المستشفى، واليوم يتم دعم دار إيواء المسلمين. الله كريم طبعا بمساعدة الجميع، خاصة مجموعة الاتصالات، بارك الله فيهم هم اللي كانوا السبب في هذا المسلم. كل واحد بس افتح الباب، افتح الباب يا عم. خليكم بالصورة جماعية مع التذكار. ايوه بس خليكم هيك. ثواني بالله، خليكم بس هيك من هالجهة، ترجع شوي لورا.